بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس جديد من الإنجليزية إلى العربية في دورة الترجمة العامة، قدمه أحد المتدربين. وكما اعتدنا ننظر إلى المعاني إذا ما كان هناك اختلاف أو تضاد في المعاني، وننظر فيما بعد إلى النواحي اللغوية والجمالية والأسلوبية. الملاحظة الأولى التي نراها هنا أن المترجم المتدرب وضع الترجمة على شكل نقاط، وهذا غير صحيح، لأن الأصل لم ترد به النقاط بهذه الطريقة، لا أولا بهذه الطريقة أولا ثانيا ثالثا. نلتزم بالطريقة الأصلية دون تغيير، وهذه من القواعد الأساسية، نلتزم بأن تنسيق الفورمات يعني للنص الأصلي دون أن نغيره. نتابع الآن، نقرأ يعني شيئا فشيئا. الآن نقرأ بالنسبة للكلمات وظيفة ومهمة أهم. هنا لدينا الفعل is، ولدينا الفعل the most important function، لكننا نجد أن المترجم عكس النص فقال يعد ضمان الامتثال لقانون العمل أهم وظيفة لمفتشي العمل، فهو قد عكس السبجكت اند بريديكت اللي نسميهم سبجكت اند بريديكت. من حيث المبدأ قد تكون الأمور يعني مقبولة لا تغير بالمعنى كثيرا، لكنني أنا كمحرر لغوي الآن ضعت تماما ولم أعد أعرف إذا كانت هذه الجملة صحيحة أم لا، لأن فيها تقديم وتأخير، لذلك أعدلها الآن وأعيد الترتيب إلى ما كان عليه. فرجاء عدم التغيير الترتيب إلا إذا كان هناك ضرورة. ما دام أنه لا يوجد أي ضرورة تتمثل أهم وظيفة لمفتشي العمل يعني إلى آخره، نترك كل شيء على نفسه لكي لا نتعب المحرر. إذا تعب المحرر في أول جملتين فمعنى ذلك أنه سيرفض الترجمة ويقول لك أعدها من جديد، أن هذه الترجمة لا تصلح. لدينا بمراقبة الأعمال القسرية والاتجار، هذه الجملة غير موجودة في الإنجليزية نهائيا، نهائيا في النص الأصلي غير موجود في الإنجليزية. with regard to forced labor، فيما يخص الأعمال القسرية هذه الجملة هكذا جاءت، فنترجمها كما يلي. أما نسخة الاتجار فالاتجار بالبشر human trafficking. هناك كلمة مخفية غير موجودة أيضا في الترجمة وهي often، معناها غالبا. لا يجوز لك أن تحذف كلمة إلا إذا كان هناك سبب لذلك. فغالبا ما يفتقر فتيش العمل إلى تفويض واضح clear وليس صريح explicit. ثم نضع حرف الفاء، وذلك من أجل أن نوضح الجملة السابقة. حرف الفاء يربط الجملتين بطريقة تفسيرية. نضع أيضا كثيرا من بسبب أن كثيرا، كثيرا هي اسم إن ويجب أن تكون منصوبة، ويجب أن يكون التنوين أيضا موجودا عندها. على كل حال سنعدلها فيما بعد، سنعدل هذه الجملة فيما بعد. تعد الأعمال القسرية والاتجار في كثير من البلدان من الجنايات التي من واجب الشرطة أن يحققوا فيها، سوف نعدلها لاحقا. وثانيا هنا الآن عطف، والعطف يكون بحرف الواو. لدينا كلمة سكوب لم تترجمها، وهي النطاق، وليس ليس من المفروض أن أكتب الكلمة. تفتيش العمل هي ليبر انسبكتر، انسبكشن، ليبر انسبكشن هو تفتيش العمل. نتابع الآن الكلمات. ماي معناها قد، يعني ربما، وليس معناها لا، ليس يعني. إذا هذه الترجمة الآن نلاحظ أنها تحذف أشياء كثيرة ضرورية. tend يعني تميل أو تظهر فيها. practices معناها ممارسات وليس ممارسة، إذا هناك خطأ في الجمع والمفرد في هذه الترجمة. الربط هنا ضعيف، لا يجب أن أقول منها على سبيل المثال كذا وكذا وكذا. الزراعة والعمل المنزلي. الدعارة معناها بالإنجليزي prostitution، لكننا هنا صناعة الجنس لأنها sex industry. نلتزم بالمصطلحات كما جاءت، وهي مصطلحات دولية وأحيانا قانونية. وكذلك قد، هنا لدينا أيضا كلمة قد التي أغفلت في الترجمة. فجوة بين الأحكام القانونية يعني من ناحية نظرية وتطبيقها على أرض الواقع، فهنا لدينا عدم دقة في استخدام الكلمة ومعناها. نتابع في النص. ويتطلب أن يحصل، ويتطلب حصول وليس أن يحصل. يجب أن نستخدم المصدر هنا وليس المصدر المؤول. لا نستطيع أن نكتب والتي، لأنه لا يجوز التي أن تكون عن إقحام الواو معها. فلتقوية أنظمة التفتيش على العمل ككل، هكذا جاءت في الأصل،
هكذا جاءت في الأصل، وذلك من خلال عدة طرق. أنا أريد أن أتغلب على كلمة for example هنا، منها على سبيل المثال كذا وكذا وكذا، وتزويدهم بالوسائل. هنا لدينا resources، adequate resources ليست وسائل من المصادر الكافية. إذا هناك عدم دقة في ترجمة بعض المصطلحات والعبارات، ويجب أن ننتبه لذلك. وإذا لم يحصل المفتشون على الحاسوب أو وسيلة النقل، هنا لدينا مشكلة في النكرة والمعرفة، فسوف يعرضهم إلى صعوبات في أثناء القيام بدورهم. حتى هذه اللحظة نحن يعني تأكدنا من عدم وجود مشكلات في النص، ولاحظ هناك مشكلات في المعنى. الآن إذا بعد أن ثبتنا المعنى الصحيح قدر المستطاع، الآن نذهب إلى الناحية اللغوية. نحذف الآن، أولا سنحذف، أولا سننسخ النص إلى نص آخر ونقبل التعديلات عليه مؤقتا، لأن التعديلات في النهاية التي سنضعها ستكون نهائية. حذفنا الجملة الأولى، الآن نتابع فقط أشياء يعني لغوية. الآن نقول هنا فتقع مسؤولية التحقيق في العمل القسري على الشرطة. هنا هذه الجملة تحدث عن الوظائف، من الذي يتولى الوظيفة، فهي ليس المفتش إنما الشرطة. لذلك لا بد لنا من أن نغيرها، فقلت على عاتق الشرطة. ولا شك بأنه لدينا في كثير من البلدان، من الناحية القانونية يقولون التي تجرم ذلك، التي تجرم ذلك يعني. إذا العمل القسري والتجارة البشر اللتين تجرمهما كثير من البلدان، فتقع على عاتق الشرطة. هنا لدينا تظهر فجوة بين الأحكام القانونية وواقع تطبيقها العملي. هذه من التغييرات الأسلوبية الجميلة التي يمكننا أن تساعدنا على إيصال الفكرة. ولكي يحصل مفتشو العمل على تفويض لمناهضة العمل القسري، انظر إلى الكلمة، نستخدم مناهضة، لابد من توفر الإرادة السياسية القوية لتعزيز أنظمة التفتيش على العمل ككل وإلى آخره. فإذا لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الحاسوب، أكسس معناها الوصول، أو وسيلة النقل، فسوف يعرضهم ذلك إلى صعوبات، فسوف يواجهون صعوبات إذن كبيرة في أثناء أدائهم لأدوارهم. بهذا نكون قد انتهينا من تصحيح هذا الواجب الدراسي. نتمنى لكم التوفيق، تابعونا في دروس قادمة من الإنجليزية إلى العربية وبالعكس في هذه الدورات التي نقدمها في شبكة المترجمين العرب. نتمنى لكم كل الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.